السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما في خير وأحسن حال. معاكم الدكتور سامح عسل، وحلقة النهاردة يا شباب هنتكلم فيها عن إزاي نحسب عدد الشفاطات أو المراوح المستخدمة لمزرعتنا، سواء كانت مزرعة صغيرة أو مزرعة كبيرة. أنا لقيت في قناة الباشمهندس خالد محمود فيديو سهل وبسيط موضح في القانون وإزاي نستخدمه بمنتهى البساطة، فحبيت أشارك حضراتكم المعلومات أو الفيديو الجميل ده، ويا رب يعجبكم وننال رضاكم. وشكرا لصاحب المحتوى الباشمهندس خالد محمود، ونبدأ على بركة الله. المثال الأول بقول لك إيه؟ طول العنبر 100 وعرضه 12 وارتفاعه 3 متر، ده العنبر اللي بيشيل 12,000. تمام، نجيب حجم الهواء نضرب ال 100 اللي هي الطول في 12 اللي هي عرض العنبر في 3 اللي هي ارتفاع العنبر في 100، هيدينا 360,000 متر مكعب لكل ساعة. يعني احنا عايزين نغير 360,000 متر مكعب هواء في الساعة الواحدة. تمام، احنا جبنا الرقم ده نعمل ايه؟ احنا كده يعتبر عملنا نص مسألة. النص التاني اننا نجيب قدرة الشفاط. تمام، احنا عندنا انواع شفاطات كتير، عندنا شفاط 60 في 60، وعندنا شفاط 90 في 90، وشفاط 120 في 120، وشفاط 140 في 140. الشفاط ال 160 بس ده مش مقياس، يعني الارقام اللي هقولها لك دي مش مقياس. الشفاط ال 60 في 60 بتبقى قدرته 10,000 مكعب متر مكعب لكل ساعة، والشفاط اللي 90 في 90 دي بتبقى قدرته 20,000 او 20,700، والشفاط ال 120 في 120 دي بتبقى قدرته 36,000، والشفاط 140 في 140 ده بتبقى قدرته 42,000. تمام، بس هتختلف على حسب المكان اللي هتجيب منه او على حسب المركز نفسها. فانت لما تروح عند اي واحد بيبيع شفاطات او مستلزمات دواجن ما تسالهوش قدرته قد ايه، عشان ممكن يقول لك اي رقم. انت تشوف التيكت اللي ملزوق على الشفاط او الحديده اللي مطبوعه في الشفاط او البلاستيكه ايا كان، هيبقى مكتوب فيها قدره الشفاط، هتلاقي بالمتر مكعب لكل ساعه، اللي هي متر وعليها 3 لكل ساعه، او هتلاقي بالانجليزي ام وفيها رقم 3 لكل اتش. تمام، انت هتشوف الرقم ده، وغالبا ده اكبر رقم هتشوفه. تمام، انت دلوقتي الشفاط 90 في 90 اللي هديك عليه المساله ده عامه بيبقى بيدي ب 20,000، قدرته 20,000 او 20,700. تمام، احنا هنقول له 20,000. خلاص، احنا دلوقتي عرفنا ان احنا هنغير 360 مكعب متر، 360,000 مكعب متر مكعب لكل ساعه. تمام، واحنا عايزين نجيب شفاطات 90 في 90 اللي هي قدرتها 20,000، نعمل ايه بقى؟ هنحسب ازاي؟ هنعمل حجم الهواء اللي احنا جبناه اللي هو 360,000 على قدره الشفاط، قدره الشفاط اللي احنا هنجيبه. يعني دلوقتي هيبقى من فوق 360,000 على قدرة الشفاط اللي احنا هنجيبها، سواء هنجيبه شفاط 10,000 او قدرته 10,000 او شفاط 20,000 او 42,000 او 36,000. طب انا دلوقتي في المسألة دي اخترت شفاط 90 في 90 اللي هو قدرته من 20,000 20,700، ممكن تقل على حسب المركز زي ما قلت لك. هنعمل ايه؟ هنقسم ال 360 متر، ال 360,000 متر مكعب هواء على قدرة الشفاط اللي هو 90 في 90 اللي هو 20,000. يعني كده لا هنستخدم معلش شفاط 120 في 120 بحيث اللي انا جايبه في عنبر كبير. تمام، والرقم عايز شفاط، يعني الرقم اللي هو 360,000 متر مكعب عايز شفاط كبير مش شفاط صغير، لو جبت شفاط صغير هيجيب عدد كبير معايا. تمام، هيبقى مش مستحب. فعلا نختار الشفاط اللي هو 120 في 120 اللي هو قدرته 36,000. هنقسم 360,000 اللي هو متر مكعب لكل ساعه الهواء اللي احنا عايزينه على قدره الشفاط اللي عندنا اللي احنا جبناه 120 في 120 اللي هو 36,000، هيدينا 10 شفاطات. بس المساله كده بسيطه جدا، اللي احنا بنحسب حجم الهواء اللي عايزين نغيره على قدره الشفاط اللي احنا عايزينه. انا راجل مثلا بربي مثلا 1000 كتكوت، مش هروح اشتري شفاط 120 في 120، لا انا اشتري شفاطين مثلا 90 في 90.